السيدة النائبة المحترمة، القضاء هو مستويات. بالفعل كيمكن تكون صيغة هي صيغة محكمة، عندنا الآن القضاء العادي، عندنا القضاء الإداري، عندنا القضاء التجاري، يمكن تكون أقسام كأقسام الأسرة، أقسام الجرائم المالية، ولكن يمكن تكون غرف. نحن نفضل بالنسبة للمعطيات المتعلقة بالقضايا اللي هي قضايا عقارية نفضل صيغة الغرف. لماذا؟ لأن سنة 2013 يلا عندنا 24435 قضية، وهو ما يساوي نسبة 3.8 من القضايا. في 2014 عندنا 24824 بنسبة 1.95. ما يمكنش نسبة 1.95 من القضايا اللي هي 24824 إلا قسمناها على 12 جهة غتعود عندنا حوالي 2000 قضية في المحكمة. إذن ما يمكنش نديروا المحكمة، ما يمكنش نديروا قسم الغرف. الغرف الآن هي غرف معتمدة ابتدائيا ومعتمدة استنافيا. الآن في التنظيم القضائي اللي غادي يتحل لكم غنعتمدوها أيضا على مستوى محكمة النقد. شيء طبيعي أنه الغرف خاص يكون فيها قضاة متخصصين متفقين، خاص هذه القضاة المتخصصين يعني في المسار المهني ديالهم ما يوقعش يعني تغييره، احنا متفقين. ولكن أكثر من هذا ما أعتقد أنه من الملائم. إذن بالنسبة للمناظرة أوصت عوض الغرف أوصت بالأقسام، نحن نفضل صيغة الأقسام. شكرا. كنضيف السيدة النائبة وما تفضلت به هو أننا ونظرا للتأخر الحاصل في البت في كثير من القضايا سنحدث آجالا افتراضية لكل نوع من القضايا بما فيها القضايا العقارية. وهذه العقارية القضية العقارية هي معقدة وتتطلب وقت، غنشوفوا شنو هو الوقت الملائم لها، ويعود معروف عند القضاة وعند المحامين وعند المواطنين الحجم ديال الزمن اللي غتستغرق قضاياهم واللي خاص يكون الزمن معقول.